يهيئ من يوحد المسلمين ويحذو حذو صلاح الدين. اللهم اجعل الأمة الإسلامية في كفالتك واهدها للعمل بكتابك. اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا وأطلق سراح أسرانا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، توبة قبل الممات، وراحة عند الممات، ورحمة ومغفرة بعد الممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأقم الصلاة إن صلاة عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.